ابو تريكه في فين؟ رجع من نيجيريا من كام يوم. رجع من نيجيريا من كام يوم؟ كان جايزه بتاعت جايزة. احسن لاعب محلي. ايه رايك في 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 موقف ابو تريكه؟ اعلان اعتزاله البعض ربطه بموقفه السياسي، يعني في ناس قالت كده. لا، ابو تريكه تم اتخاذ قرار اعتزاله في مجلس الاداره اللي انعقد في موضوع عبد الظاهر، وانا قلت ده وكتبته. وافقوا على اعتزال ابو تريكه لما هو طلع الف كذا مره ان انا بعتزل بعتزل بعتزل. فلك يمكن موقفه السياسي، يمكن هو راجل عايز يبعد شويه. ولا حاجه الحاجه. أسوأ حاجه في الدنيا ان النجم ما يعرفش قيمه نفسه. ابو تريكه للاسف في اخر 3 سنين ما عرفش قيمته في قلوب الناس. كابتن الخطيب، كابتن فاروق جعفر، كابتن حسن شحاته، كابتن مصطفى يونس، كابتن طاهر ابو زيد، كابتن مجدي عبد الغني، اكرامي، في ناس في وجدان الشعب المصري. بان هم ماشيين مع المزاج العام، مع الشعب. مش بيغرد خارج السرب. كابتن ابو تريكه كان كده لحد حادثه بورسعيد. بدا يغرد خارج السرب. لا، كان في تعدديه، كان في زخم سياسي، الراجل كان بيتكلم عن وجهه نظره. بص، وجهه نظرك لما تبقى مختلفه مع شعب يبقى انت بتخسر جماهيريه وشعبيه. ده رصيدك. هل في طيب يعني ابو تريكه من وجهه نظرك انت بحكم ان هو نجم ونجم جماهيري. نسبة شعبيته يعني كادت تقترب من نسبة 100% في مصر. لا، عمرها ما توصل ل 100%. يعني خلينا انا هنقول الزملكاوية ماشي، يعني ايه، هنقول مثلا كادت تقترب من انجازات الوطنية. الاسماعيلي زعلان منه لما شتمه، الاسماعيلي؟ شو مرة كده. ده زمان زمان. هنقول 70%. نقول 70%. نقول ليه هو السيسي ولا ايه؟ ايه يا عم، في ايه؟ طب لعيب كورة. طب هو السيسي 70% ولا أكتر؟ ولا سيسي؟ أقل؟ لا، السيسي 99.9. 99.9. اه طبعا هو الرئيس القادم. لا، راجل مش عايز يبقى.